نعم. قال الإمام رحمه الله: قال باب فضل سورة الفاتحة. قال: وحدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري قال قال رضي الله عنه ورحمه الله الجميع: قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فلما أراد أن يخرج قال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال: وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم. قال: حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما رحمه الله الجميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. قال: حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ورحمه الله الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل والزابور والقرآن مثلها، يعني أم القرآن، وإنها السبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. قال: أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه ورحم الله الجميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. وهذه كلها قد تناولناها بالشرح والتفصيل وأيضا تتمة لهذا الخير. الحديث الذي فيه أن الصحابي كان يصلي في المسجد، سعيد المعلى كان يصلي في المسجد فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في الصلاة منشغل بصلاته، وما كان يعرف أنه يجب عليه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه، لم يجيبه لأنه كان في الصلاة. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بن كعب وهو يصلي فقال: أي أبي، فالتفت فلم يجبه، ثم صلى فخفف ثم انصرف فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: ويحك، ما منعك إذ دعوتك ألا تجبني؟ وقوله: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فحس أبي هريرة: أوليس تجد فيما أوحي إلى الله إلي، فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا أعود إن شاء الله. فشوف التعليم، وهذه أيضا فيها أمور. الأمر الأول وجوب الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تدلنا على أنه وجوب التسليم التام. عندما يقال لك قال رسول الله لا تتكلم، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، ما في لا نظر ولا أثر ولا إمام ولا كتاب ولا غير ذلك، كما قال أبو هريرة لابن عباس وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار. قال: انظر ما تقول يا أبا هريرة، قريبا تقول نتوضأ من الحميم. قال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما في، سمعت وأطعت، انتهى التسليم. ولذلك قال الله تعالى: استجيبوا له وللرسول، حتى لو في صوت يخرج فاستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تمام بيان على تمام التسليم للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك لما مر على المعلى وقال له كنت أصلي بيّن له، وأبي أيضا بيّن له، لكن العجيب في أبي قال له لا أعود إن شاء الله، ما أعود إلى ذلك أبدا، لأنه تعلم، هو معذور عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم. فلما علمه النبي، شوفوا سرعة الاستجابة كيف كانت، وش قال؟ قال: لا أعود إن شاء الله، لا أعود لهذا مرة ثانية، لا أعود إن شاء الله. نعم. ثم قال له: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ وفي حديث أبي هريرة: تريد أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، ليس هناك ثواب مثل الثواب الذي يكون لمثل هذه السورة. نعم. فهي سورة ثوابها أعظم من غيرها، واستدل بها على جواز تفضيل القرآن على بعضها على بعض، وهذا ظاهر في كتاب الله جل في علاه. وش الدلالة؟ أي آية أعظم معك؟ نعم. والمفروض رتب أدلتك من القرآن ثم من السنة. ممتاز. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، أو قال بخير منها أو مثلها، وإن كان لهم تأويلات الذين قالوا لا تأويلات، لكن هذا صحيح. وقد القرآن يتفاضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية أعظم معك في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه وقال: ليهنك العلم أبا،
أبا المنذر، اللي هناك علم أبا المنذر. فهنا في دلالة على أن سور القرآن تتفاضل، وأن الآيات أيضا تتفاضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصح ببعض السور على سور، قال سورة 30 آية حجت لصاحبها في القبر، هي سورة تبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل والله حتى تعدل ثلث القرآن، أهو يعني هي أفضل تعدل ثلث القرآن. وأيضا في قوله قوله اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم بأنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فالحاصل في هذا الباب فيه دلالة على التفاضل بين الصور. إذا قالوا التفاضل هنا هو تفاضل في الثواب أو تفاضل في المعنى، نقول المسألة على العموم، المسألة على العموم تفاضل في الثواب وفي المعنى وأيضا في الأجر. روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله نأتي بخير منها، أي في المنفعة والرفق والرفعة. وهذا يتمسك به من قال بأن الفضل في تخفيف الأحكام، والصحيح أن الفضل في كل شيء، الفضل في الآية، الفضل في السورة، الفضل في الثواب، الفضل في الأحكام تتفاضل الصور. قال أي آية معك أعظم؟ فالقرآن منه عظيم ومنه أعظم. نعم.